لعبتنا بسيطة، مين في النهائي؟ يا ترى مين اللي هيوصل لنهائي كأس العالم 2022؟ هنتوقع النتائج، هنتوقع الفرق اللي هتوصل، وهنحاول كمان نتوقع اللحظات الجميلة اللي هتحصل في كأس العالم 2022 في قطر. لحظات اللي زي الجول بتاع دينيس بيركام مثلا مع منتخب هولندا في الأرجنتين في 98 لما أخذ الكرة من قدام روبرتو أيالا. لحظات حلوة زي في 2002 لما ديفيد سيمان اتضحك عليه من رونالدينيو في فاول، لحد النهاردة احنا مش قادرين نعرف إذا كان رونالدينيو كان قصد يحطها بالشكل ده في المنتخب الإنجليزي ويتوج البرازيل أو يخلي البرازيل تقطع خطوة جديدة للتتويج بعد كده بلقب كأس العالم 2002 ولا لأ. لحظات كتيرة هنعيشها مع واحد من الناس اللي بتجيد وصف اللحظات وواحد من كبار المعلقين والراجل اللي بيعلق على كأس العالم بقاله أكتر من 20 سنة، أستاذ محمد كواليني، منورني ومشرف. أهلا بيك كابتن أحمد عز، وأهلا طبعا بالسادة المشاهدين، وسعيد جدا بوجودي معك النهاردة. متوقع لحظات حلوة أكيد في كأس العالم 2022 طبعا، ومتوقع مين اللي هيتأهل من المجموعة الأولى؟ أنا هخش معك سخن كده على طول. لا، هو حدث رياضي جميل جدا، كأس عالم كل 4 سنين، 32 منتخب من أقوى منتخبات العالم، 30 يوم مع المتعة مع الجمال مع الإثارة مع كرة أوروبية، أمريكا الشمالية، جنوبية، من أفريقيا، من آسيا. لا، بيبقى استمتاع قبل للسادة المشاهدين لنا احنا كاعلاميين سواء مقدم او محلل او معلق، فمتعه بتكون كبيره جدا جدا. حدث فريد في هذا العام، لاول مره في تاريخ كاس العالم تقام في دوله عربيه في قطر، تواجد منتخبات كبيره جدا، غياب منتخبات كبيره بقيمه المنتخب الايطالي الازوري، تواجد منتخبات بقيمه البرازيل، الارجنتين، اسبانيا، المانيا، بلجيكا، انجلترا. لا، المتعه تكون حاضره باذن الله في هذا العرس العربي الكبير باذن الله، او في هذا العرس العالمي في ارض عربيه. قبل ما نخش في التوقعات خليني اسالك كده، اقول لك احلى جول انت علقت عليه. حضرتك علقت على كاس العالم 2002 2006 2010 2014 لا 2010 لا 2010 بس دي الوحيدة اللي 2014 2018 2018 احلى جول علقت عليه في كاس العالم. لا، من انت هتقول احلى ماتش. ماشي، احلى ماتش هرجع الشريط لعام 90. أوكي. كنت طالب في الثانويه عامه وكنت بتفرج على منتخب مصر في كاس العالم في ايطاليا طبعا مع هولندا ومع انجلترا ومع ايرلندا. كنت بحلم وبقول هل يا ترى ممكن في يوم من الايام اكون معلق في كاس العالم، اعلق لمنتخب بلدي. ده حلم من عام 90. هذا الحلم الحمد لله والشكر لله اتحقق في النسخه الماضيه في روسيا. كنت ليا شرف التعليق على مباراه مصر امام المنتخب الروسي، اي نعم خسرنا 1-3، ولكن ده حلم، حلم من اكتر من 40 سنه ان انا اكون معلق أعلق لمنتخب بلدي في كأس العالم. والحمد لله أعتقد أن الحلم تحقق، وأي هدف يسعد الشعب المصري وأي فرحة بيكون فيها ابتسامة للشعب المصري سواء لمنتخبات لأندية لأي حاجة، أنا بكون في قمة الفرحة وقمة السعادة 100%. تعال بقى نبتدي برحلة كأس العالم 2022 من المجموعة الأولى اللي فيها قطر، الإكوادور، والمنتخب السنغالي، والمنتخب الهولندي. هل تتفق معايا أن هولندا هتكون في المركز الأول وهنبتدي نحتار في المركز الثاني؟ أكيد. الطحونة الهولندية الحمد لله على السلامة غابوا عن المونديال الماضي، وإن شاء الله في هذا المونديال يكون ليهم حضور قوي جدا جدا، لأن منتخب هولندا اسم من الأسماء الكبيرة وله مكانة وله شعبية كبيرة جدا جدا. مفيش كلام، منتخب السنغال منتخب افريقي على اعلى مستوى، اليوسيسي مدرب بارع، عنده توليفه متميزه من اللاعبين الكبار، كل لاعبي السنغال كلهم فرز اول، كلهم بيلعبوا في دوريات اوروبا الكبرى، فمفيش كلام ان هولندا والسنغال هم الاقرب من هذه المجموعه للوصول للدور الثاني. ولكن لازم اتكلم عن العنابي، المنتخب القطري، لان منتخب بيتجهز بقاله سنين طويله جدا بشكل ممتاز. مشروع بدا من 2013 مع مدرب الحالي سانشيز، هذا مدرب معاهم بقاله تقريبا 9 سنين دربهم، بدأ معاهم من الشباب مزبوط. وبعدين منتخب أولمبي وبعدين منتخب أول، فده مشروع بقاله 9 سنين بيتجهز عشان النهاردة عشان كأس العالم في قطر 2022. خاضوا ماتشات كتيرة جدا جدا سواء على الصعيد الأسيوي على الصعيد الأوروبي على الصعيد كمان الأمريكي، اتجهزوا بشكل فعال وبشكل قوي جدا جدا. ممكن يكون عمل الأرض والجمهور له دور كبير جدا مع العنابي، وممكن نتوقع أن ممكن يكون منتخب قطر في هذا المونديال هو الحصان الأسود بمعنى الكلمة، نظر طبعا للمساندة الجماهيرية والحشد الجماهيري الكبير. ولكن الأرقام تاريخ
التاريخ الاحصائيات بتقول هولندا اول، السنغال تاني. احنا كده كده بنتمنى بكل تاكيد أكيد طبعًا النجاح لكل أكيد المنتخبات العربيه، لكن خلاص هولندا اول السنغال تاني، وهنروح للمجموعه الثانيه اللي فيها انجلترا، فيها ايران، فيها امريكا، وفيها ويلز. كارلوس كيروش اخباره ايه معاك؟ يعمل حاجه ولا صعب عليه وهنقول انجلترا وحد تاني؟ كارلوس كيروش نجاح كبير مع منتخب ايران في النسختين الماضيتين 100%، سواء في البرازيل او في روسيا، ومدرب له بصمة كبيرة جدا، ونتفق أو نختلف إحنا افتقدناه أو خسرناه بشكل كبير ردا من ردا وأبا من أبا. هذا الرجل نجح بشكل كبير مع منتخب مصر، وأعتقد أنه ممكن ينجح مع المنتخب الإيراني في هذا المونديال. ولكن مفاجأة مع إنجلترا ولا صعب؟ لا، ممكن يعمل مفاجأة مع أمريكا. اوكي، ولكن انجلترا لا، صعب. منتخب انجلترا حصان اسود في النسخه. يصعد مع انجلترا، يصعد مع انجلترا على حساب المنتخب الامريكي، ولكن انجلترا لا، مركز اول. ويلز لا، ويلز دي بيشارك للمره الثانيه في تاريخه، يبقى ما فيش خبرات يعني خالص. انت بتقول يعني انجلترا ايران. ايران حلو. انجلترا ايران ماشي. المجموعه الثالثه فيها الارجنتين، اعتقد حاجزه مكانها اول، ميسي قاعدين ومتربعين وحاطين رجل على رجل، ماشي الحال. وبنروح بقى للمركز الثاني ما بين ايرفي رينار السعوديه، روبرت ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي، والمكسيك اللي هي متعوده ومتمرسه على النجاح في كاس العالم في مرحله المجموعات. قلبك هيوديك على فين؟ نفسي المنتخب السعودي، نفسي، لان هيرفي رينارد مدرب عظيم 100%، والمنتخب السعودي عنده خامات وعنده سكواد على اعلى مستوى ولاعبين متميزين جدا جدا. فانا امنيه حياتي ان المنتخب السعودي يكون موجود في هذه المجموعه كمركز ثاني، يتاهل للدور الثاني. ولكن للاسف اعتقد ان المهمه صعبه، والاقرب بشكل كبير منتخب بولندا. يبقى المنتخب البولندي في المركز الثاني مع المنتخب الارجنتيني، فرنسا، استراليا، الدنمارك، والمنتخب التونسي. منتخب فرنسا طبعا حامل اللقب واللي كسر الدنيا في المونديال، والله صعبه بالاسكواد يعملوها تاني وتالت كمان. منتخب فرنسا اسم كبير ولعيبه كبار، وعندهم الرباع الامامي على اعلى مستوى. فمنتخب فرنسا لا، منتخب فرنسا مركز اول عن جداره واستحقاق كمان في هذه المجموعه. نسور كارتاج اتمنى ان هم يكونوا موجودين في مركز ثاني، ولكن اعتقد ان الموضوع صعب. اعتقد ان ممكن المنتخب الدنماركي هو الاقرب في هذه المجموعه كمركز ثاني في هذه المجموعه الرابعه. اتفقنا. ونروح على مجموعه برضو صعبه جدا، صعبه في انك تحدد مين الاول والثاني اكتر، لان فيها المانيا وفيها اسبانيا، فاعتقد ان هم حاجزين مكانهم في الدور الثاني، معاهم اليابان ومعاهم كوستاريكا. تتفق الاول ان صعب يحصل مفاجاه في المجموعه دي؟ لا طبعا صعب. اي نعم، منتخب المانيا في النسخه الماضيه يعني خرج خروج مهين جدا لاسم الماكينات الالمانيه، ولكن هم في هذا المونديال بيحاولوا ان هم يرجعوا امجاد الماضي، يرجعوا مره ثانيه للمنافسه والظهور بمستوى مشرف جدا لمنتخب المانيا. فاعتقد ان ممكن منتخب المانيا كمان يكون مفاجاه في هذه المجموعه كاول، ومركز ثاني يكون الماتادور الاسباني. حلوه 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 حلوه، جت على عدلتي دي، جت على عدلتي جدا. واضح ان انت ايه، انا بشجع اصلا ايطاليا بس ملناش في الطيب نصيب، هننقل على المانيا بقى. بلجيكا، كندا، المغرب، والمنتخب الكرواتي. بلجيكا مركز ثاني في التصنيف العالمي، بلجيكا حصان اسود في النسخه الماضيه مركز ثالث، وقدم مستوى عالي جدا جدا، عنده مقومات كمان الفوز باللقب هذه البطوله في هذا العام. فمنتخب بلجيكا انا شايف ان هو مركز اول عن جداره واستحقاق. مركز ثاني ممكن نقول كمان المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كاس العالم واللي ظهر بمردود ممتاز جدا في نسخه روسيا 2018. اعتقد المنتخب الكرواتي قادر كمان على الوصول لمراكز متقدمة في هذا العرس العالمي. متفق معاك، برغم ان السن اكبر للوكا مودريتش، بس احنا مش حاسين ده. نمسك الخشب يعني، ما شاء الله لياقة وثبات انفعالي وتركيز عالي جدا، وبيعمل الدورين كمان سواء دور دفاعي او دور هجومي على اعلى مستوى. فلا، لعيب كبير جدا طبعا. في المرحلة بتاعت المجموعات هتبقى سهلة عليهم اعتقد. أكيد. ونروح للمجموعة اللي فيها البرازيل، اعتقد حاجزة مكانها، وهيبقى عندك بقى تحدي صعب ما بين صربيا وسويسرا، لان صعب قوي ان الكاميرون تعمل حاجة في المجموعة. البرازيل طبعا انا دايما بقول عليهم اسياد العالم في كرة القدم، المتعة هي البرازيل، الجمال هي البرازيل، عايز تستمتع من زمن الازمنة يعني، واحنا حتى صغيرين بنستمتع بالبرازيل بالفن بالاداء بالسيمفونية بالسيرك العالمي بكل تأكيد. ولكن للاسف البرازيل بقاله فترة طويلة جدا بعيد عن المنافسة على لقب كأس العالم، ودي حاجة غريبة رغم ان دايما عنده مقومات الفوز. ولكن مشكلة البرازيل طول عمرها المعلمين الموجودين في الملعب، يعني
كله عاوز يعني اللي يخدم عليا، انا ما اخدمش عليه. فدي مشكله البرازيل من سنين، ولكن اتمنى في هذه النسخه ان البرازيل يظهر البرازيل احنا عارفينه، ينافس بقوه على لقب كاس العالم. مركز اول طبعا، مركز اول يعني هو اكتساح بمعنى الكلمه. مركز ثاني اعتقد ان المنتخب السويسري هو قريب جدا، منتخب سويسرا له برضه باع طويل في المشاركات في كاس العالم، اسمه كبير برضه، مكانته كبيره، فاعتقد ان هو مركز ثاني. مدير فني جيد جدا، وجيد جدا طبعا مع بقيه اللاعبين والنجوم اللي موجودين مع منتخب سويسرا، مركز ثاني في هذه المجموعه من نصيب المنتخب السويسري. البرتغال ومعاها البرتغال، غانا، اوروجواي، كوريا الجنوبيه، مجموعه انا شايفها مجموعه قويه. ليه؟ لان الاربع منتخبات كلهم متقاربين المستوى، يعني في تقارب كبير في مستواهم بشكل كبير. ما تضمنش اللي هيحصل لاي ماتش، ما تعرفش، ما تضمنش، ممكن في هذه المجموعه نشوف مفاجات. ممكن اقول لك البرتغال واوروجواي ممكن يحصل مفاجاه، يوصل كوريا الجنوبيه، منتخب كوريا الجنوبي، منتخب معسون طبعا، منتخب يعني صعب جدا وخطير جدا جدا. ولكن اقول برضو بخبرتي، لا اوروجواي مركز اول، وانا من عشاق ومحبي الكره الحلوه كره البرازيل، فبحب برازيل اوروبا، منتخب البرتغال. يبقى اوروجواي اول، اوروجواي اول والبرتغال في المركز الثاني. يلا بينا بقى نلعب دور ال16 ونبتدي بهولندا قدام كارلوس كيروش ايران. هولندا وايران معقوله فيها تفكير؟ ايران. اوبا ايران، ماشي الحال، مفاجاه جدا. الارجنتين والدنمارك؟ لا الارجنتين طبعا. اوكي، المانيا والمنتخب الكرواتي. ماتش حلو كرواتيا، لان كرواتيا فريق هيكرروا تاني اللي عملوه في المانيا 98، وممكن يقرروا اللي عملوه النسخه الماضيه، ان هم وصيف يوصلوا مركز تاني ووصيف البطوله. البرازيل مع البرتغال، اوه ما ضرب نار. ده عملت ماتشات صعبه قوي يا كابتن كوالين. بس الماتش ده حلو قوي، الماتش ده حلو قوي. وبرازيل العالم بقى، ايوه البرازيل مع برازيل اوروبا، لا ماتش هيبقى عالي جدا، اتوقع المنتخب البرازيلي. اوكي، انجلترا والسنغال. انجلترا والسنغال، اتمنى السنغال بيني وبينك، اتمنى بس أتمنى اعتقد بس لا، بس الموضوع صعب، انجلترا هو الاقرب. فرنسا وبولندا. فرنسا. البلجيكا والاسبان. اوه اسبانيا بقى، بدري وجافي جامدين قوي. ها بدري وجافي عاملين شكل جامد قوي، بس بلجيكا برضو، بلجيكا يعني كفايه لوكاكو ودي بروين ودي بروين وايدن ازار فلا بلجيكا. مش بلجيكا في مفاجاه اخرى. اوروجواي وسويسرا. اوروجواي. ماشي الحال، وبعد كده نروح على انجلترا وفرنسا. ماتش من الماتشات الكلاسيكيه. فرنسا انا اتوقع كده ان فرنسا هتكسب، ان هو بطل كاس العالم. بلجيكا واوروجواي. بلجيكا اوروجواي. بلجيكا. ماشي الحال، الناحيه الثانيه بقى عندنا شويه ماتشات حلوه برضو، البرازيل وكرواتيا. متهيألي انت رايح للبرازيل. البرازيل. ماشي الحال، المنتخب الارجنتيني. الارجنتيني ومين؟ والمنتخب الايراني المفاجاه. الارجنتين خلاص بقى صعب قوي، لحد كده ليونيل ميسي يستلم المفتاح اتعشت ويروح يلاعب المنتخب البرازيلي. ميسي نيمار. أو ميسي ونيمار. مين هيروح النهائي؟ نيمار. نيمار هيلاعب مين في النهائي؟ بنزيما ولا دي بروينا؟ بنزيما. فرنسا والبرازيل. والبرازيل ده نهائي وتخلص زي 98 وفرنسا تكسب، ولا كرة القدم ترجع بقى لأرض البرازيل؟ زي ما ديشامب شال كأس العالم كلاعب في البطولة ديت، أعتقد إن هو ممكن يشيل الكاس العالم كمدرب في هذه البطوله للمره الثانيه على التوالي كمدرب. هي جت كده ولا عشان انت عايز تقول عملوها تاني؟ لا والله، بس انا من خلال دراستي ومن خلال متابعتي للمنتخبات، لا انا عاجبني جدا منتخب فرنسا طبعا. ومنتخب متمكن وعنده طبعا اسماء، امبابي، كريم بنزيما، وعنده كمان ورا هوجو لوريس في حارس مرمى، مظبوط، وعنده كمان امبابي في الجناح، وعنده بنزيما كراس حربه، وعنده ديمبلي قاعد له على الدكه وبيجيب لا يعني فرقه كوره، فرقه قويه جدا. فاعتقد لا اعتقد منتخب فرنسا بنسبه كبيره يعني هو الاقرب للاحتفاظ بلقب كاس العالم في النسخه الحاليه. إذن منتخب فرنسا يحتفظ بلقب بطل العالم في اول مره تحصل من 60 سنه
وده بتوقعات كابتن محمد الكواليني اللي شرفني ونورني، كنت مبسوط جدا وحضرتك معايا. ربنا يخليك. انا اشكرك ابو حميد وسعيد جدا بوجودي، ويا رب اكون ضيف او كنت ضيف خفيف عليك وعلى الساده المشاهدين. بكل تاكيد، وخليكوا دايما معانا في اون تايم سبورتس.